معنا من هناك صديقي العزيز الأستاذ علي مسعود، مدير تحرير جريدة الرياض السعودية. يا أستاذ علي أهلا بيك. الخير، مساء عليك وعلى مشاهدينك الكرام. أستاذ إبراهيم أهلا بيك يا أستاذ علي. تحياتي لكم. حضرتك بتتكلم على بعثة الأهلي وصلت لكم على وصول بالضبط، وصلت بعثة الأهلي منذ قليل للرياض، العاصمة الرياض. طبعا هم ان شاء الله بكره هيبقى في مباراه احتفاليه تقام برعايه المستشار تركي آل الشيخ، وحسب كلامه هيكون هو اول الحاضرين للمباراه. النهارده طبعا الهيئه العامه للرياضه اللي هي اعلى سلطه في المملكه قررت ان الحضور يكون مجانا في اعتزال كابتن المنتخب السعودي السابق فؤاد انور. المباراه تقام على ملعب الامير فيصل بن فهد اللي بيتسع حوالي 35,000 متفرج. منتظر يكون في حضور مصر كبير، خصوصا ان الهيئه العامه للرياضه جهزت اتوبيسات وباصات من اغلب المدن ومن المناطق داخل الرياض لتسهل على الجمهور الحضور، الجمهور المصري بالتحديد. يعني في اتوبيسات لنقل الجماهير من كل المدن الى الرياض. بالضبط، ده اللي اعلنت عنه الهيئه العامه للرياضه النهارده، اعلنت انها تخصص مجموعه اتوبيسات من الانديه، وبالتحديد برضه من نادي الهلال ومن نادي الشباب ومن نادي النصر، من التجمعات في المناطق على اساس تنقلهم لملعب الامير فيصل بن فهد بمنطقه الملز في الرياض. للحضور طبعا يمكن مش عارف حضرتك، انا مش متابع البرنامج اقوله، لكن هيشارك نخبه من ابرز نجوم الكره السعوديه. القامر الاساسي للفريق اللي هيواجه الاهلي هيبقى فريق نادي الشباب اللي كان بيلعب له فؤاد انور على مدار الحقيقه معاه 3 بطولات دوري، لكن هيستعينوا طبعا بعدد من نجوم الكره السعوديه زي محمد الشلهوب، محمد السهلاوي، جمال بجندوح وغيرهم، وعدد من نجوم القدامى الكبار سواء محمد نور او الاصدقاء فؤاد انور ايام سعيد. هيحضر طبعا من منتظر يحضر سعيد العويران، صالح الداوود، ماجد عبد الله، سامي الجابر، كل رفقاء درب فؤاد انور اللي كان احد وابرز نجوم الجيل الذهبي في الكره السعوديه، الجيل اللي حقق بطوله اسيا 3 مرات واللي كان له شرف الوصول لكاس العالم والصعود لدور ال 16 في سنه 1994 في مونديال امريكا. وعلى فكره طبعا فؤاد انور هو صاحب اول هدف للسعوديه في مونديال او في كاس العالم، كان في امريكا 1994. وطبعا حقق بطوله، هو اللي شال بطوله اسيا للسعوديه 1996 في الامارات، وطبعا له تاريخ ناصع ونجم كبير جدا. وكان مهم جدا انه طبعا كان في الاول فؤاد انور كان مختار نادي اليوفنتوس الايطالي عشان يشارك في مهرجان اعتزاله، لكنه هو اللي قال ان انا لو اخترت الاهلي المصري هلاقي حضور كبير وجماهيريه كبيره، واسم الاهلي له مكانته الكبيره في الوطن العربي بشكل عام وفي السعوديه على وجه الخصوص. يعني استبدل اليوفنتوس بالاهلي. بالظبط، استبدل الاهلي باليوفنتوس، وكان وله تصريحات فؤاد انور خلال الايام اللي فاتت قال ان انا كان قرار صائب بالنسبه لي، لان الاهلي نادي القرن في افريقيا، نادي اكثر الانديه شعبيه في الوطن العربي، ثاني اكثر الانديه حصولا على البطولات في العالم، فده محفز كبير جدا لاي لاعب انه يختم. بس طبعا فؤاد انور مبطل كره قدم من 10 سنين، لكن هي بادره وفاء من المستشار تركي آل الشيخ اللي جه في يمكن تصدر المشهد في الرياضه السعوديه من كام شهر، فكان اعلن بان النجوم اللي خدموا الكره السعوديه بشكل كبير لابد ان تقام لهم مهرجانات اعتزال تليق بمكانتهم وتعبر عن وفاء الجمهور السعودي للنجوم اللي خدموه وقدموا عطاء كبير في الملاعب. المباراه واضح ان فيها ترتيبات خاصه علي، يعني على غير المعتاد، حتى ان هي مباراه وديه، التذاكر مجانيه، حافلات لنقل الجماهير، اهتمام حتى بحشد اكبر عدد من النجوم. هل محتمل ان احنا نلاقي في نجوم مصريين من المحترفين في السعوديه يلعبوا ضد الاهلي بكره؟ مؤكد مؤكد مؤكد. فؤاد انور دعا مؤكد، لان فؤاد انور دعا تقريبا يمكن حوالي 9 لاعبين محترفين غير سعوديين، منهم عصام الحضري، منهم كهربا، يمكن محمود كهربا صعب يجي لانه بيستعد لمباراه الاتحاد والاهلي اللي هو الديربي الكبير اللي هيقام يوم الاحد، لكن عصام الحضري اكيد هيحضر، شيكابالا، عماد متعب، دول كلهم مرشحين للحضور. بالاضافه يعني بالتحديد عماد متعب، مصطفى فتحي،
عصام الحضري شيكابالا الاربعه دول قريبين من الرياض، فنسبه مشاركتهم نسبه كبيره. وكمان فؤاد انور اعلن بشكل رسمي انه دعاهم للمشاركه في المباراه. يعني ممكن نشوف عصام الحضري وعماد متعب ومؤمن زكريا ضد الاهلي، ولا مؤمن صعبه؟ مؤمن صعبه، لان مؤمن نفس موضوع كهربا، مؤمن في ديربي جده في الاتحاد هيلعبوا ضد بعض يوم الاحد اللي هو ديربي الكره السعوديه للمباراه الكبيره اللي شهد المنطقه الغربيه تقام على الجوهره هنا في جده. اعتقد ان دول هم مدعوين، لكن نسبه حضورهم اعتقد ضعيفه جدا جدا، خصوصا انت عارف الانتقال من جده للرياض حوالي مسافه 1200 كيلو، برضه مسافه مش قليله. بعكس عصام الحضري وشيكابالا وعماد متعب، دول موجودين قريبين، يعني القصيم 300 400 كيلو تقريبا. فمحتمل يكونوا موجودين ان شاء الله. بالظبط بالظبط، ان شاء الله تكون يعني لابد برضه في خلفيه بسيطه. المباراه تم الاعداد لها من فتره، المباراه كان يفترض تكون في جده. لكن تم نقلها يعني لظروف. على فكره بكره في حدث مهم جدا في الرياض كمان، الرياض لاول مره بتستضيف اكبر بطوله سيارات في الشرق الاوسط، بطوله تقام لاول مره مقامه على مدار يومين اللي هو الجمعه والسبت. ومع ذلك اصرار معالي الوزير تركي الشيخ المستشار تركي الشيخ على انها تقام في موعدها، يعني يمكن كان طلع بوادر كلام في الاول ان المباراه احتمال تتاجل. ده كلام كان صحيح وكان في اتجاه ليه فعلا. والشركه المنظمه هنا بجده ابلغت المستشار، لكن اصرار المستشار تركي الشيخ على ان المباراه تقام في موعدها، خصوصا لان الاهلي رتب نفسه وحصل على التاشيرات ورتب اموره بانه يلعب بطل الاسماعيلي ويجي يلعب مباراه الاحتفال، وعنده يوم الاحد ماتش الاتحاد. بالظبط، ده كل الظروف دي خلت المستشار تركي يتدخل شخصيا ويصر على اقامه المباراه في موعدها، طبعا على اساس الترتيبات اللي عملها الاهلي تبقى كما هي. لكن المباراه كانت بالتاكيد لها مباراه لها معنى كبير جدا باعتبارها نجم او قائد المنتخب السعودي من ناحيه، وباعتبار انها تقام في ظروف استثنائيه يرعاها يمكن اول مباراه احتفاليه رعاها المسؤول الاول عن الرياضه وبيرعاها المستشار تركي الشيخ، وقال على صفحته على تويتر ساكون اول الحاضرين، وبرضه هو اللي وجه بان تكون المباراه مجانا، دخول مجانا ويتم حجز الجماهير ليها، طبعا خشيه لان في الجانب الاخر انت عارف في الرياض بيعمل لاعبين كبار، استاد الملك فهد اللي هو يقام عليه بطوله العالم للسيارات بكره. ماشي؟ وفي نفس الموعد بتقام بطوله المباراه اللي تجمع الاهلي مع منتخب النجوم والشباب من فريق الشباب. تقام في استاد الامير فيصل بن فهد في نفس المدينه، الاستاد بيسع 37 او 35 الف، برضه اتصور ان الجمهور المصري التواق دايما لدعم الاهلي واللي بينتظره في كل مكان واللي كان منتظره اكيد في المطار الملك خالد النهارده هيكون حاضر وهيملى الملعب على اخره. طيب علي، احنا دلوقتي ما شاء الله بقى عندك عدد كبير من النجوم المصريين، يعني الدوري السعودي بقى تقريبا اكبر الدوريات على مستوى العالم فيه لاعيبه مصريين. سريعا ايه دفتر احوالهم؟ يعني انت بتقول لي يوم الاحد الاهلي والاتحاد ده ديربي جده، يعني مؤمن زكريا ضد كهربا مش كده؟ بالظبط، بس انا عايز اقول لك معلومه بالبدايه تاكيد لكلامك ان الدوري السعودي كان بيطلق عليه من سنه او سنتين كان بيقولوا اتقال عليه اقوى دوري عربي. دلوقتي هو دوري العرب فعلا، لان دلوقتي الاحصائيه الاخيره طبعا الميركاتو الشتوي اتقفل امبارح الساعه 4 العصر هنا في السعوديه. الاحصائيه بتقول في 47 لاعب عربي في الدوري السعودي. منهم 12 لاعب مصري، طبعا 12 لاعب مصري منتقلين من مصر، بالاضافه للاعب مصري مواليد السعوديه، يعني 13 لاعب مصري. في لاعب اسمه احمد الفقي انضم للهلال، ده مش جاي من مصر، يعني مش جاي من الانديه المصريه. فاصبح عدد اللاعبين المصريين في الدوري السعودي 13 لاعب. بيجي في المرتبه الثانيه مباشره اللاعب التوانسه 9 لاعبين، الجزائريين بعدهم، المغاربه، سلطنه عمان، في لاعب ليبي. يعني انت بتتكلم على تشكيله فيها لاعبين من العراق، لاعبين من اليمن، بتتكلم من الكويت، تشكيله كامله من النجوم المحترفين في جميع الدول العربيه موجوده 47 لاعب. طبعا ارجع لسؤالك اللي هو دفتر احوال اللاعبين المصريين.